بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. منذ اللحظة الأولى وإعلان الكابتن محمود الخطيب برنامجه الانتخابي سمي ببرنامج عائلة الأهلي. عائلة الأهلي تضمن أعضاء الجمعية العمومية، قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، رواد النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي، وأيضا كل الألعاب المختلفة. برنامج عائلة الأهلي تضمن الضلع الأساسي والمهم في عائلة الأهلي وهو جمهور النادي الأهلي. من 1907 ومنذ تأسيس النادي الأهلي كان هو الضلع الأساسي هو جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي اللي هو الإرث الحقيقي فعلا لكل بطولات النادي الأهلي. لو شفنا بطولات النادي الأهلي منذ 1907 ومنذ تأسيس النادي الأهلي هنلاقي السبب الرئيسي في كل البطولات هو جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي ليه الفضل دايما في بطولات تحققت، سواء في بطولات أفريقيا أو الدوري أو الكاس أو البطولات العربية أو في كل الألعاب المختلفة. شفنا في مباراة الأهلي والهلال السوداني لقطة حلوة، لقطة جت بدون ترتيب، لقطة بدون حسابات، هو ذهاب الكابتن محمود الخطيب إلى جمهور النادي الأهلي وهو قاعد في المدرج وحس إن في مشكلة أو حس إن في جمهور النادي الأهلي ما بيهتفش في المدرج، راح بنفسه، وده يبين علاقة الكابتن محمود الخطيب بجمهور النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب منذ أن كان لاعبا كانت الجماهير بتهتف له، لكن النهارده كان الذهاب مختلف، الذهاب عشان يشوف إيه الموضوع، وراح وبدأ فعلا من هنا. يعني تحية كبيرة لجمهور النادي الأهلي اللي كان في الشوط الثاني كان ليه مفعول السحر في تشجيع اللاعبين. كانت لقطة زي ما أقول لحضراتكم بدون ترتيب وبدون حسابات، وكلنا ثقة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية في الدولة المصرية. شفنا خطوات إيجابية كبيرة، هو عودة النادي الأهلي إنه يلعب مرة أخرى في استاد القاهرة، دي خطوة مهمة وخطوة إيجابية. شفنا أيضا مباراة أفريقيا الأهلي والهلال السوداني في ملعب السلام، إن شاء الله اللي هيكون ملعب النادي الأهلي قريبا وهيتم تسميته باسم النادي الأهلي. شفنا جمهور النادي الأهلي وحضور 20,000 من جمهور النادي الأهلي، دي خطوات إيجابية بنحيي عليها الدولة المصرية وبنحيي أيضا عليها الأمن المصري. إن شاء الله يكون جمهور النادي الأهلي منور الملاعب خلال الفترة اللي جاية علشان نحقق البطولة الأفريقية اللي هي العش والحلم الأكبر لجمهور النادي الأهلي. لازم يكون جمهور النادي الأهلي دايما متواجد في الملعب. ده بيثبت كل يوم ان جمهور واعي جدا وجمهور ذكي جدا وجمهور مفيش في اخلاصه حد. في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير، في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير، عمر جمهور الاهلي ما تخلى ابدا عن الاهلي، وفعلا جمهور الاهلي هو حمى الاهلي.